مبروك يا اولاد، مبروك يا اولاد على الفوز. ودي اللحظات الحلوه اللي الشاره الذهبيه هتحمي واحد فيهم، بس محدش هيمشي. كابتن سيف زاهر رشح ثلاث لاعبين من فرقه مدحت فقوسة للشاره الذهبيه، هم زياد محمد ومحمد حسن ومهند مختار بعدها قرر يدي الشارة الذهبية للاعب مهند مختار. كل الكلام ده برضه ضايقك ها؟ اوعى اوعى بعد كده، فاهم قصدي؟ الياء تعلى. انا داخل عارف الاغنيه بتاعت انا مهما كبرت صغير، الكوره بتدي اللي بينزل لها ما بتديش اللي بيطلع لها. يعني ايه؟ انا النهارده اخدت احسن لعيب، اموت نفسي زي اقل لعيب في الملعب، ادوس على نفسي. هو ده المنتاليتي، هو ده الفكر اللي دايما يوصلكم. يلا بالتوفيق يا شباب ان شاء الله. ثانيه بس كده، هو قال لي حاجه ايه؟ عايزك تأدي الشارة مهند الحارس. لكن مهند مختار فاجئ الكل وتنازل عن الشارة. لفته حلوه من مهند مختار تجاه حارس مرماه مهند ايهاب. روح حلوه جدا. واحنا بنلعب ضربات الجزاء، اول ما الحارس صد اكتر من ضربه جزاء، فانا رحت لزمايلي وقلت لهم اي حد هياخد الشاره الذهبيه اديها للحارس، ان هو يعني هو اللي مفوزنا. طبعا دي فرصه مش هتتكرر لك تاني، مالكش دعوه بالكاميرا، الكاميرا دي بتغرق اللعيب ما بتفيدوش. اوعى تبص للكاميرا، اوعى تدور عليها، هي انت هتلعب، هي هتجيلك لوحدها وتصيتك هيجي لوحده، فاهم قصدي؟ بمجهودك، كوره قوه وسرعه. يلا توفيق يا اولاد. اقول لك كابتن، انتوا اخذتوا مشوار كبير، تم اختياركم من الاف من اللعيبه، انتوا في حته كويسه، انتوا في فرصه عالميه بتوفرها الدوله المصريه. البرنامج تحت اشراف مؤسسات الدوله والاستاذ الرئيس، خدمه كبيره جدا لجيل كبير جدا جدا. استغل الفرصه، لان دي فرصه كانت ناس كتير قوي بتستناها وهي دلوقتي في ايديك، فما تضيعهاش. ومن أفراح الفوز لأحزان الخسارة. بص يا رجال، هرد لك معلش، يا ضربات الجزاء دي ما لكش يدي فيها بمعنى اصح، هي ركلات الحظ الترجيحيه. كابتن سيف زاهر اتوجه لفريق محمد السياجي عشان يشجعهم ويواسيهم بعد الخساره. خلاص يا رجال، اللي حصل حصل النهارده. ضربات جزاء وانتهت خلاص، الحمد لله على كل حال. هرد لك كابتن علاء. هرد لك كابتن. اشكرك عمور. هرد لك، هرد لك. هرد لك كابتن. هرد لك. هرد لك يا شباب. نهاية العالم، موضوع وخلص وانتهى، وإن شاء الله بإذن الله نفكر في اللي جاي. 8 و10 و13 فين؟ رشح كابتن سيف زاهر ثلاث لاعبين للشارة الذهبية، هم إبراهيم شعبان وياسين رمضان وعلي محمد علي وكان القرار في النهاية بمنح الشارة لياسين رمضان. ماشي ياسين، مبروك. أنا هكلم مامتي أكيد طبعًا، هقول لها إن أنا أخدت الشارة الذهبية، كابتن سيف إداني الشارة الذهبية، وهتبقى مبسوطة بيا وفرحانة بيا أكيد طبعًا. أنا كان نفسي طبعًا أجيب لمامتي غسالة أوتوماتيك، لأن إحنا عندنا غسالة عادية، فكان نفسي أريحها زي ما هي بتريحني في كل حاجة، كان نفسي أريحها أجيب لها غسالة أوتوماتيك.